سيدنا السلام عليكم، سميتي حمزه، واليوم بغيت نشارك معكم ثلاثه ديال الافكار بسيط. اولا، لاحظت في الانتوراج ديالي بزاف ديال الشباب قد وقتكم كيعانيو من واحد النوع من الاكتئاب حيت ما عندهمش اهداف. ثانيا، قررت نحاول نجبر حل من هذا المشكل ونبدا واحد الكلوب في المدرسه ديالي اللي غيكون الهدف ديالو هدف بسيط، وهو غنتلاقاو جوج ديال الساعات في السيمانه وغنهضروا على هذا المشكل، غنطرقوا للعوائق اللي كنواجهوها وغنتعاونوا باش نجبروا حلول. غنضموا ورشات ندربوا فيها بعضياتنا على السوفت سكيلز، الجرافيزم، الكود، المونتاج، البابليك سبيكين. نجيبوا الناس انسبيريونا ويعطيونا افكار، نتعلموا ونتعاونوا ما بيناتنا ونخرجوا في الاخر بمجموعه من المشاريع واعره تفيدنا وتفيد غيرنا. ثالثا، اذا حتى انت اللي كتسمعني كتظن ان كاين ان بوزوان بحال هذا في الكوميونيتي ديالك، بدا كلوب حتى انت مع صحابك في المدرسه ولا في المدينه ديالك، تلاقاو في قسم في جرده ولا في قهوه، شاركوا افكار ونظموا فعاليات تفيدكم وتفيد غيركم. المهم من هادشي كامل هو نبداو نتعلموا ابجديات المقاوله وننميو فينا حاجات ايجابيه بطريقه عشوائيه غير ما بيناتنا من الالف للياء. هذا المشروع سميتو مشروع الف، بروجيكت الف. اذا عجبك وبغيتي تشارك هذه الفكره، بارطاجي هذا الفيديو مع صحابك، ايميل لاباج فيسبوك، تابعنا على هاشتاغ بروجيكت الف، ونوض صاحبي حتى نخدم على شي حاجه، راه الاختيار كيرجع ليك وليك بوحدك.